ايوه مساء الخير لكم مشاهدينا بفقرة جديدة وحلقة جديدة مع النقيقة. بدي أقول ألف ألف مبروك لكل المواطنين اللبنانية بمناسبة هالشتوى الحلوة، وينعاد عليكم يا رب. مرحبا، يعطيكم العافية. أهلا، الله يعافيكي، أهلا وسهلا فيكي. مناش مضطرين. شوفي دموزيل، عم تصوروا؟ نعم عم نصور. هي عم تصوروا؟ نعم استاذ عم نصور. عم يصوروا يا خيي. ايه انت اذا بدك تحمي حالك وتصفقها يلا. علي عم نصور. نعم تفضل. عم يصوروا يلا اصفقها. ويلي دولة. ايه ويلي. 10 ولاد عنده خيي. شوفي يا دموزيل، عم رشاش فقط اعذره وخلص، مناش مضطرين. لحظة معلش يا استاذ، في مجال نعرف بس بخصوص شو هالنقة؟ هيدي بغير بلدان بتصير. شو هي؟ اجل مطلوب انه نهاجر. ايه والله يا عمي والله وحياتك. خبرها. ليكي يا مدموزيل، ما تحكيش معه ولك الملايكة يا دموزيل. هوني عم بتشتم مبسوطين، روحي شوفي بالستيتس. كنا باليونايتد ستيتس انا وخيي وعشر ولاد، رحنا عملنا زيارات على الستيتس. شوفي هونيك العواصم. طيب ايه اوكي. شوف الثلج. طيب ما مزبوط بعد. مناش مضطرين. طيب بس شو خص الدولة يا استاذ؟ لا غير موضوع عليك يا دموزيل، وقد اعذره. نحن بنتوجه هلا للسلطات الامريكانية من رأحشني انه هودي الاجراءات عم يعملوها على المطارات هودي مش منيحة بعقدنا يعني. معقول يعملوا معنا هيك يا مدموزيل؟ معقول نحن معقول يا شو عاملين؟ نحن تنشوف اشقائنا واحبائنا بالستيتس، انا وخي وعشر اولاد، عنه في شيء ما يقال؟ لا نعم تفضل. برمنا 10 ولايات، وقفنا على 10 مطارات يا دموزيل، وكل مطار 10 ساعات تفتيش وتقبش. يا عمي معقول هيك شلعونا كلتين وزلطونا بس ساعات؟ معقول معقول مضطرين؟ معقول الواحد منا يوقف ما يخلوا شيء لا جاكيت ولا قميص ولا بطلات؟ اسمع تحكيش معه ولا كلمه لك يا دموزيل. نعم. خيي عندي ولد عمره 10 اشهر، قعدوا ساعه يبقبشوا فيه وينفشوا فيه. لو شو معقول يكونوا محشة متفجرات؟ هيدا الصبي هالولد الصغير هالقد عليه. شلعوا كل تيابه، كل تيابه شلعوا صبصه. صعب نغير له بعد شوي، مناش مضطرين. طيب يا استاذ بس شو المشكله هلا مع الدوله؟ شو فيه؟ المطلوب من الدوله اللبنانيه انها تعمل نفس الاجراءات بالامريكان اللي عم يجي لهون، حاجه نتشتشن وندلعن. خلص بقى بلش بقى نتشتشن وندلعن. ايه؟ مناش مضطرين. من كوندوليسا ومن هيلاري ومن سيسون ونزول كله سوا ينبشون بقبشون على المطارات والجوافه كمان. مزبوط صح. والجوافه وينيه الدوله؟ 10 ولاد عنده غي اللي بيجوا بيضحكوا هون وبيعملوا اجتماعات وبيضحكوا مع بعضهم وبيقعدوا وبيتسير ونحن عم نتفتش بالمطارات. معقوله؟ مناش مضطرين ابدا. شوف يا دمزل وقت اعذرها. ايه شو؟ وما تحكيش معه ولا كلمه واختختمش. خليني اقول لك كلمه بس يا خيي. كلمه يعني لا تختمش. لك يا خيي شو اتختمش؟ شو؟ ما بدو عذره، مناش مضطرين. اتحكيش معنا احنا معصبين ولا مش معصبين؟ يا عم ما فهمت عليهم شيء اليوم.